يناقش العروض في المهرجانات ما عادش نشوفوك على لا مش على خاطر ما عادش تشوفوني كما قلت انتم خاطر الحضرة نوبة دونك شاركت فيها عملنا احنا نوبة دونك هذا يسمى عرض مهرجانات معناها وينك ما فهمتكش وين يسهم بالخوجة وين يسهم بالخوجة توا في المهرجانات ك اكسبرسيون كوربوريل كتعبير جسمي هذم شباب وينهم في العروض يشتحوا باختو شتحنا في 10 ولا 15 ولايه عاملين في الصيف اما نرجع عرض خاص العروض اي مجموعه سيام بالخوجه معناها كوريغرافي سيام بالخوجه مشينا لسليانه في باختو معناها في نبر في الكيف المشكله سكو التلفزه التونسيه ولات ما عادش تقدم لي كوريغراف اي لي دانسور انا كنت نتمنى بشير اللي انا لو كان جاي الفضاء يسمح اي لاتو انا معروف معناها منشط المنوعات وخدمت كوره لكن ديما التوجه نتاعي منوعات في المنوعات اعشق برشا ستيل نتاع نجيب الخطاب ريت الباليه وكل شيء ان شاء الله تجي فرصه مدام سهام نعمل منوعه ولا تجي فرص في المناسبات نتاع قناه حنا بعد ونسترجع الذكريات اما باش نحكي في طاوله وكريسي نجم تستدعي دي كوريغراف دي جون كوريغراف اللي هما صغار ماهمش معروفين في تونس كل اما معروفين في العالم راهو معناها رانا عندنا كيما انس جابر دي دانسور اي دي كوريغراف في فرنسا في المانيا بالصف هلا الجمعه الجايه عندنا حاجه نتاع راس العام فكر في الموضوع جيبوا والكوريغراف معاك هلا في الاوف على معناها بروجرام تاع الجمعه الجايه نجموا نجيبوا لا معناها اللي نحكي معناها بارابور دي زيميسيون هكا تستدعي ان كوريغراف وتعدي سون فيتير تا با بوزوان كيل دانس انت محليك قاعد تمشي تشوف الخدمه نتاع العباد وعندنا اون نوفيل جينيراسيون اسميها كبار في الرقص المعاصر الكبار معروفين راهو عماد جمعه انا والاسكندراني ملك سبعي اون دي غران نو ما عندناش حتى خدماتهم موجودين في وسط التلفز 7 اكتوبر 96 7 اكتوبر 96 نعيش بيه 7 اكتوبر باش يذكرك باش يذكرني تو مايكل جاكسون مايكل وي خاطر تقول لي حفل مايكل جاكسون في تونس سهام بالخوجة على اسرائيل سهام بالخوجة واطفالك والكيف نتاعك كانت موجودة فوق ركح معناها ملعب المنزه وقتها حفل غير عادي وهزنا معاه في فواياج كبير مشينا معاه لميلان مشينا معاه يلزم الشباب اللي يتفرج فينا وناس تفرج فينا تعرف سهام بالخوجة معناها عندها سينياتور نتاعها في تاريخ الرقص المعاصر الحق اللي قلتوه صحيح ياسر والمندوبين تاع الثقافه ديما هما اصدقائي وكل ساعات يلبس لي برا خاطر يحبوا لي سبيكتاكل ديريكتومون اللي يدخلوا الفلوس والرقص المعاصر مازال ما عندوش الجمهور نتاعو لازم بوتي تابتي تلفز التونسيه يقفوا عليه شتيح شمس الدين باشا شتيح رشدي علوان دقيقه رشدي علوان وين تصنفهم؟ تصنفهم كيما مادونا باش نسلك على الناس اللي تشطح النجله التونسيه تعرف تشطح نرمين سفر تعرف تشطح يعرفوا يشطحوا ايجا نفصل انا ناكل بكعك ورقه وانتم معكم في بلاد كيما فما ليفينمونسيال tu ne peux pas avoir Madonna ou Lady Gaga ou des choses comme ça et qui sont un produit pop populaire pop signature pop وانت تحب هذا الغلب معايا فيك انت تحب نرمين صفر ايجال سيهم بالخوجه قلت ليه ماكش فاهم نحبها برشا نرمين صفر